ميدان المرموم لسباقات الهجنة العربية الأصيلة في هذه الانطلاقات وفي هذه التحديات الجميلة والرائعة. ينطلق الشوط الخامس باديا بالجولة الثانية في هذا الصباح وفي هذا الانطلاق ليحمل الابكار الاذاعه المحليات الاصايل في مسار 6 كيلومترات للتنافس والاثار على شرف الفوز على شرف الناموس بهذه الشعارات التي تشكلت في الوانها وانطلقت من كل ميادين الخليج لتشارك في المرموم وفي هذه التحديات في دبي. على الرحب والسعه دائما في هذه انطلاقات نسير مع مياس ابراهيم بن علي بن شطيط الوهيبي يتقدم على المركز الاول يقود مسار الشوط القادم من السلطنه للمشاركه بينما المركز الثاني شهوة تاتي في المركز الثاني عبد الله بن حميد بن حارب المهيري على ثاني المراكز بينما المركز الثالث ثالث المراكز شواهين وحمد بن راشد بن طويلب المنصوري يتقدم في هذه اللحظات بينما المركز الثالث هذه منوى في ثالث المراكز وعبد الله بن سيف بن معضد المشغوني يتقدم بينما هناك دخول من قبل مياس محمد بن سيل بالذويب العامري. هذه الخمس المراكز الاولى ناخذ الخمس المراكز الاخرى يا ابو سلطان. المركز السادس سادس المراكز هم الأولى حمد بن غانم بن علي بن حموده الظاهري في المركز السادس. المركز السابع هذه سمحة في المركز السابع لمطر بن عيسى بن مطر الفلاحي في هذه التحديات مشاهدينا متابعينا الكرام. وهناك دخول من قبل الواعية لعبد الله بن حمد بن راشد العمري في المركز الثامن والمركز التاسع. هذه الذيبة سعيد بن مطر بن محمد الرميثي والمركز العاشر تاتينا في سمحة في المركز العاشر وراشد بن نايل بن راشد بن سيف الشامسي في عاشر المراكز. هذه العشر المراكز الأولى المتقدمة في هذا الشوط المحليات الأصايل الإذاع في يوم الإبداع في يوم الامتاعنا في المرموم في تحديات المرموم وانطلاقاته في هذا الاندفاع والانطلاق الجميل. عوده إلى المراكز الأولى عودة مرة ثانية بعد إكمال العشر إلى التغييرات إلى تبادل المراكز إلى المتعة الجميلة عبر شاشة دبي ريسنج. الكادر العلوي تتقدم فيه وهذه مياس إبراهيم بن علي بن شطيط الوهيبي تقود الشوط وتتحدى المنطلقات ولكن المنافسة واردة من شواهين حمد بن راشد بن طويلب المنصوري على المركز الثاني. أما المركز الثالث شوف الثالثة مشاهدي الأعزاء هذه مياس ومحمد بن سهيل بالذويب العامري يتقدم مع كلمة جميل بالذويب ياتي في المركز الثالث. المركز الرابع هملولة حمد بن غانم بن حموده الظاهري الشعار الاقتصادي يتقدم على ظهور الأصايل في عالم الأصايل والتحديات بن حموده. المركز الخامس شوف اللي تدخلت ذعناها تقريبا في المركز العاشر والتاسع قبل قليل دخولها وشكلها ما شاء الله جميل للغاية. هنيالك يا العمري وعبد الله بن حمد بن راشد العمري يقدم الواعية على المركز الخامس. المركز السادس تحركت له على سادس المراكز هذه منوة عبد الله بن سيف بن معضد المشغوني على المركز السادس. المركز السابع وهذه شفوة لعبد الله بن حميد بن حارب المهيري شوف الأرقام يا القليبي هناك البقية وهذه سمحة النايلي نعم سمحة راشد بن
بن نايل، بن راشد النايلي الشامسي، وهناك المركز التاسع، تاسع المراكز أوزان مبارك بن محمد بن نصرة العامري، والمركز العاشر، عاشر المراكز، وهذه غادة، هذه غادة وعلي بن الدحبة بن سعيد والزفنة العفاري، هذه تتقدم في هذه اللحظات يا سلام على المركز العاشر. هذا ندانا الثاني وهذه إذاعتنا الثانية للعشر المراكز في شوطنا الخامس في أشواطي صباحي هذا اليوم، والمحليات إلى صايل مع الإذاع في هذا السن اللي تقدم فيه كل الأصايل الإبداع والإمتاع للمتابعين والمشاركين في هذه الأجواء الصباحية الضبابية الجميلة الحاضرة دائما في ميدان المرموم بكل ما هو جميل في هذه اللحظات والانطلاقات. أعود إلى المراكز الأولى، أعود إلى المركز الأول، هذه مياسة سلالتي، مياسة محمد بسهيل بالذويب العامري تتصدر قائمتي هذا الشوط، وبالتنافس مع مياسة الأخرى سلالتي مياس وإبراهيم بن علي بن شطيط الوهيبي. الوهيبي يقدم مياسة في هذا الانطلاق هملولة، حمد بن غانم بن علي بن حمودة الظاهري في المركز الثالث، المركز الرابع أشوف المركز الرابع الواعية مركز ما شاء الله العمري، مركز العمري في مساره يختل للجميع مع الواعية عبد الله بن حمد بن راشد العمري، وبالنصر غادم، ولكن شوف اللي تدخلت دخولها ملفت، غادة علي بالدحبة بسعيد بالزفن العفاري وصل النايلي، وصل بالحزمي، وصل هناك الشعار الأخضر بالأبيض، بنشوف رقمها، ولكن خلاص بنعود مع المراكز الأولى، بنعود مع هذه الكتلة، بنعود مع هذه الأسماء، وهذه ما طاعت مياسة الوهيبي إبراهيم بن علي بن شطيط الوهيبي تكافح من أجل الفوز والناموس من البداية مصر على هذا المكان المرموق. بن حمود حمد بن غانم بن حمودة تنطلق بالمركز الثاني الشعار الاقتصادي بإدارة سالم بن حمد المخيبي في انطلاقتها وهذه التحديات، ولكن هناك شوف اللي وصلت مشاهدي الأعزاء، أوزان مبارك بن محمد بن نصرة بن نصرة على المركز الأول، يقدم أوزان مبارك بن محمد بن نصرة، يتقدم بن محمد إلى ناموس هذا الشوط، شعار يعرف طريق الناموس، يعرف طريق الفوز، ولكنها ما طاعت مياسة إبراهيم بن علي بن شطيط الوهيبي من البداية وهي منافسة منطلقة مع ناموس العمري في المركز الثالث، الواعية عبد الله بن حمد بن راشد العمري في المركز الثالث ثلاثية، ولكن خلاص بالنصر أهالي العين أهالي زاخر تهانينا أوزان مبارك بن محمد بالنصر العامري تنتزع ناموسي هذا الشوط بجدارة وبتحدي، تهانينا على هذا الفوز مبارك بن محمد بن نصرة على فوز أوزان بالمركز الأول بجدارة المركز الثاني، وصلت في مياس إبراهيم بن علي بشطيط الوهيبي، والمركز الثالث وصلت في الواعية عبد الله بن حمد بن راشد العمري، والمركز الرابع وصلت في هملول لحمد بن غانم بن حمود الظاهري، المركز الخامس منه وصلت في مشاهدي العزاء لعلي بن مهير بن سعيد الكتبي. هكذا كانت النتيجة للخمس المراكز في حالة وصولها إلى خط النهاية، وهذه اللي هي أوزان. تهانينا مبارك بن محمد بن نصرة العامري، وتهانينا لصالح بن محمد بن نصرة العامري، تهانينا على هذا الفوز. 9:10 تسع أجزاء من الثانية توقيتها الزمني، وسلام لهالي العين، صباحي جميل ورائع للغاية. المركز الثاني، نشوف المركز الثاني، 9:12:14 و4 أجزاء من الثانية
مياسة من قدمت أداء جميل وتنافس من البداية. إبراهيم بن علي بشطيط الوهيبي وحلت في المركز الثاني التوقيت المركز الثالث 9:12 وسبع أجزاء من حلت في المركز الثالث. هذه اللي هي واعية العمري عبد الله بن حمد بن راشد العمري. تهانينا للجميع والناموس.